بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، ومع درس آخر من دروس الباب الأول، وهو الشبكات السلكية والشبكات اللاسلكية وشبكة الإنترنت. وقد تحدثنا سابقا على ما هي شبكة الإنترنت وما هي مدونات شبكة الإنترنت، وسوف نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا وموضوع حيوي جدا، وهي الشبكة العنكبوتية العالمية WWW. قبل ما نركز على ناخذ الأهداف المرجوة من هذا الدرس، أولا بعد دراستنا لهذه الوحدة سوف نحقق ونميز ما بين تطبيقات الإنترنت وبرامج الإنترنت وبروتوكولات الإنترنت. الشبكة العنكبوتية العالمية WWW، وهي اختصار لكلمة World Wide Web. World Wide Web، وهي تسمى بالشبكة العنكبوتية. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نتيجة أنها تشبه خيوط العنكبوت بعدد الأجهزة، بكمية الأجهزة، البلايين من الأجهزة المرتبطة مع بعضها على شكل عنكبوت، ولذلك سميت بالشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية ما هي؟ هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة المرتبطة بالشبكة، كل منها يحتوي على مجموعة من الصفحات الإعلانية الإلكترونية مصممة بإحدى لغات البرامج أو البرمجة المختلفة، سواء كانت لغة الجافا سكريبت أو لغة الـ HTML أو لغة الـ Visual Basic وغيرها من اللغات. يعني بمعنى ذلك أن الصفحات التي يتم فتحها على شبكة الإنترنت بنسميها الشبكة العنكبوتية العالمية اللي هي الـ World Wide Web. يبقى هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة بتحتوي على مجموعة من صفحات إعلانية إلكترونية مصممة بإحدى لغات البرمجة، مصممة بإحدى لغات البرمجة. وقد تحتوي هذه الصفحات على لإما معلومات كتابية نصية أو معلومات مرئية أو فيديوهات مسموحة ومعروفة ومتنوعة، طبعا باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة التي تحدثنا عنها من قبل. وللوصول إلى هذه المواقع، هل يتم الوصول إلى هذه المواقع ببرامج أم بماذا؟ يعني دلوقتي الصفحات الإعلانية دي عشان أفتحها هل لها برامج معينة بتستخدم لعملية الفتح؟ أيوه طبعا، في برامج بنسميها برامج التصفح، البراوسينج، برامج التصفح، برامج التصفح، وهذه البرامج تستخدم لعرض هذه الصفحات الإعلانية وجلب هذه الصفحات الإعلانية. يعني برامج التصفح دي برامج تمكن المشترك أو اليوزر اللي هو أنت من جلب صفحات الشبكات العنكبوتية في الأجهزة من السيرفر الخاص بالمواقع، بنسميها براوسنج. معروف طبعا البراوسنج كذا، براوسنج عندنا طبعا اللي بيجي مع نظام التشغيل الويندوز انترنت اكسبلورر ده الاساسي او الافتراضي، الجديد واللي نازل حديثا طبعا برنامج الجوجل كروم والفايرفوكس والاوبرا وغيرها، دي كلها مجموعه من البراوسنج او المستعرضات اللي بتستخدم لعرض الصفحات الاعلانيه وجلب هذه الصفحات الى شبكه الانترنت، وتستخدم لجلب هذه الصفحات من جهاز الخادم بكتابة حاجة اسمها HTTP. معنى ذلك ان مداولة، ودي مهمة جدا بتيجي في الاختبار، ان كلمة مداولة ال HTTP هي مداولة تستخدم لجلب الصفحة الاعلامية او الاعلامية، بيقوم المشترك بكتابة رمز ال HTTP اولا ثم بيكتب عنوان الموقع. يعني مهم جدا نعرف المداولة ديت، يعني مداولة ال HTTP هي مداولة تقوم بجلب الصفحة الإعلانية من جهاز الخادم اللي هو الأساسي من الموقع الذي يحتوي أو يحوي الموقع إلى جهاز المشترك اللي هو أنت، هي مداولة الـ HTTP، والتي تقوم بتبادل الرسائل والأوامر
المختلفه. مهم جدا يا جماعه النقطه دي. HTTP تستخدم لجلب صفحه الاعلاميه للمشترك الموجود قدامك. طيب ازاي بتيجي منين لو انا كتبت HTTP بس وخلاص؟ لا، قال لك في حاجه اسمها ان لكل صفحه او لكل سيرفر IP خاص بيه او عنوان الموقع على الشبكه. واحنا قلنا عنوان الموقع قبل الشبكه انه عباره عن ارقام وحروف. ارقام كانت صعبه جدا ان احنا نحفظ كل هذه الارقام من صفر لغايه 255 255، وبالتالي عملوا مفهوم جديد اسمه مفهوم URL. ايه URL ده؟ ما معنى كلمه URL؟ ده عنوان الموقع، او عنوان بنقول عنوان الاحرف للموقع، يعني هو المفروض ارقام ولكن تم تحويلها الى حروف وبالتالي سموها URL. URL هو عباره عن عنوان الاحرف للموقع. خلي بالنا نقطتين كتير جدا بيجوا في الاختبار. ايه هي الدبليو دبليو دبليو؟ طبعا هي قلنا مجموعه من الاجهزه المرتبطه بالشبكه وتستخدم لجلب الصفحه الاعلاميه وتكتب باستخدام احدى لغات البرمجه زي لغه الجافا سكريبت وغيرها. كلمه HTTP تستخدم لجلب الصفحه الاعلاميه ليقوم المشترك بكتابه HTTP. طيب بعد ما يكتب HTTP يستخدم او عنوان الاحرف الموقع اللي هو URL. طيب مثال URL، عاوزين نعرف ايه؟ هل في امثله URL؟ امثله كتير جدا، امثله كتير جدا. زي ايه؟ زي مثلا www.moe.gov.sa، ده مثلا وزاره التربيه والتعليم. جامعه الملك سعود www.ksuadu.sa. طيب يبقى قدامك مهم جدا، وقدامنا دلوقتي صفحة جامعة الملك سعود وده الموقع. طيب بيقول لي، بيسأل سؤال، هل ال HTTP لماذا تظهر أو لم عند كتابة الموقع لا يتم كتابتها وتظهر أوتوماتيك؟ أولا كان في الأول كان لازم أنت تكتب كلمة HTTP لابد، أما الآن فأصبحت هو أوتوماتيك بيجيب لك كلمة HTTP وبيكتبها، يا دوبك انت بتكتب عنوان الموقع هو اول ما تكتبه لازم ان يكتب كلمة HTTP. وظهر حديثا كمان وهنقول عليها بعد كده HTTPS وليس HTTP بس. ظهرت حديثا مفهوم جديد اللي هو ال HTTP بس، هو نفس المفهوم ولكن كلمة S دي معناها ان الموقع ده خالي من الفيروسات او واخد الشهادة الرقمية من المواقع المختلفة. طبعا نختصر كده مع بعض العنوان الموقع، نشوف ايه هو عنوان الموقع بالظبط. ال HTTP ده عباره عن اللي هو قلنا جلب الصفحه الاعلاميه. ال WWW دي من الشبكه العنكبوتيه اللي احنا عارفينها. جوجل دي اسم الموقع، اسم الموقع اللي انا دخلت بيه زي OME اللي هي وزاره التربيه والتعليم اختصار ليها. طيب .com معناه ايه؟ تعال نشوف بقى اختصارات الدول، اختصارات قصدي الجهات. الجهات الحكومية عندنا GOV جهة حكومية، GOV جهة حكومية. ORG منظمة أو هيئة، ORG منظمة أو هيئة. Education مؤسسة تجارية، Communication شركة تجارية، نت مقدم خدمات انترنت. يعني لما تكون جهة حكومية أو الموقع ده جهة حكومية نكتب GOV، لو هيئة ORG، لو مؤسسة تعليمية education زي وزارة التربية والتعليم وغيرها education ADU، شركة تجارية يعني تجارة زي جوجل وغيرها طبعا بنقول عليها COF، نت طبعا لو خاصة بشبكة الانترنت. امثلة طبعا زي www.saudiaairlines.com www.moe.gov.sa. طبعا كلمة الدولة يا جماعة اختصار لإس ايه؟ اللي هي السعودية طبعا، وفي اي جي اللي هي ايجيبت وغيرها، يعني اخر واحدة دي اختصار للدول. بعد ما تحدثنا على الشبكة العنكبوتية بناخد ثانيا نظام الدي ان اس لشبكة الانترنت، نظام الدي ان اس لشبكة الانترنت، وهو ما يسمى بخادم نطاق الاسماء. خادم نطاق الاسماء، احنا لسه متكلمين دلوقتي على URL والاي بي، وقلنا ان انا لازم اكتب اسم الموقع بالحروف. طيب في حاجه زي دليل الهاتف بالظبط، الدي ان اس ده يعتبر دليل الهاتف. ليه؟ لان هو بيحتوي جواه على جميع اسماء المواقع. يعني باختصار دي ان اس هو عباره عن موقع بيقوم بترجمه اسماء المواقع ويحفظها، ماشي، زي جوجل كروم، زي جوجل، زي اي موقع من المواقع. يبقى الدي ان اس هو عباره عن خادم نطاق الاسماء،
وهو عشان لما يجي في الاختبار هو نظام يستعمل في الانترنت كدليل للأسماء المستخدمة للمواقع، كدليل للأسماء المستخدمة للمواقع. ثالثا البريد الإلكتروني الإيميل. طبعا كلنا ما في طالب من الطلاب ما عندوش إيميل أو ما يسمى بالبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني أو إيميل هو عبارة عن تعريفه وسيلة على شبكة الإنترنت تستخدم فقط لعملية الإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية. يعني كل فايدة البريد الإلكتروني إن أنا استقبل رسائل بريد إلكتروني وأرسل رسائل بريد إلكتروني وأنزل واستقبل رسائل بريد إلكتروني. ولكن ظهر مفهوم حديثا دلوقتي جوجل درايف، معناه إن أنا ممكن برضو بدل ما أرسل رسائل بس، لأ ده أنا أقدر أرسل مستندات، أقدر أرسل صور، أقدر أرسل نصوص وملفات صوت وغيرها بكل سهولة. الخدمة دي اسمها خدمة البريد الإلكتروني، يبقى تستخدم لإرسال الرسائل وتبادلها إلكترونيا. تكون هذه الخدمة من جزئين اتنين، يعني أما أجي أشوف العنوان بتاعي بتاع خاص بالبريد الالكتروني، طبعا زي مثلا كلمه اسد @ksuadu.sa، معناها اول حاجه عنوان المشترك للبريد الالكتروني الاول او الجزء الاول بيحتوي على اسم المشترك، اسم المشترك، يعني اسم المشترك اللي هو مثلا انت جامعه او هيئه او غيرها. وكلمه ات طبعا دي بتستخدم لعمليه الربط، وبتيجي كلمه education خدناها قبل كده لانها مؤسسه تعليميه، واس اي قلنا لانها دولة زي دولة السعودية او اي او اي دي زي مصر وهكذا. يبقى اول حاجة اسم او الجزء الاول اللي بيتكون منه العنوان هو اسم المشترك، مثلا ممكن محمد ات كذا ات ياهو، يعني معنى ذلك ان انا اول حاجة اسم المشترك. بعد كده بتيجي الجزء الثاني بيحتوي على كي اس يو اختصار لجامعة الملك عبد العزيز، ماشي. طيب مين او هل هناك مواقع تستخدم لخدمة البريد الإلكتروني؟ أيوه. طب إزاي أنا أعمل إيميل؟ طبعا لازم أخش على المواقع الخاصة بعمل الإيميلات، وطبعا معروفة عندنا الياهو وعندنا الأوتلوك وعندنا الهوت ميل وعندنا الجيميل، دي كلها مواقع تقدم خدمة البريد الإلكتروني. تقدر تخش المواقع دي وتقدر تنشئ إيميل جديد باسمك وببياناتك زي ما أنت عاوز. المداولة المستخدمة هنا واللي بتيجي في الاختبار دائما وابدا مداولة اسمها SMTP، Simple Mail Transfer Protocol، Simple Mail Transfer Protocol، ودي تستخدم لجلب وارسال مظاريف البريد من والى جهاز الخادم، تستخدم لجلب وارسال مظاريف البريد من والى الخادم. مداولة اسمها SMTP اللي هو Simple Mail Transfer Protocol MTB.